أحبائي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الحلقة التي سنتحدث فيها عن برنامج OS File Explorer، وهو برنامج جميل جدا يساعدك على إرسال الملفات من هاتف إلى آخر أو من تلفاز إلى هاتف أو العكس بكل سهولة. هذا البرنامج إخواني يمكنكم كذلك من تثبيت أي برنامج مثبت على هاتفك وتقوم بتثبيته على التلفاز. بطبيعة الحال هذه الخصائص تستغل فقط في هواتف الأندرويد وكذلك سمارت تي فيز الخاصة بالأندرويد. بعجلة نفتح البرنامج يا إخواني، سأشرح لكم كيفية يعني إرسال الملفات أو استقبالها من التلفاز إلى الهاتف. سنفتح البرنامج في التلفاز، ثم نذهب إلى هنا كما تلاحظون ريزو، سنذهب إلى سندر، كذلك سنفتح البرنامج على الهاتف، ثم نذهب إلى قائمة الخيارات الأعلى هنا، ثم نذهب إلى ريزو ثم ساندر. سأجرب إرسال ملف من الهاتف إلى التلفاز. مثلا سأضغط على أنفويي، سأختار مثلا أي شيء، مثلا سأختار مثلا موسيقى مثلا أو برنامج مثبت هنا. مثلا سأختار أن يرسل مثلا برنامج، مثلا أي برنامج، مثلا سأختاره، سأرسل مثلا سناب شات أو سناب تيوب أو أي برنامج آخر. سأرسل مثلا هذا البرنامج إيش. سأضغط على التلفاز، على أضغط هنا على ريسيفر، ثم سأضغط على يعني سأضغط مطولا هنا، ثم أضغط على أنفوي. كما تلاحظون ظهر إيفو تي في، وهذا هو اسم التلفاز، ظهر هنا على الهاتف. سأختار التلفاز. كما تلاحظون ظهر يعني تحويل البرنامج بسرعة كبيرة جدا لأنه يستعمل الواي فاي. يعني يمكنني الآن تثبيت هذا البرنامج إن كان غير مثبت في الهاتف مسبقا. سأعود هنا ثم أغلق البرنامج. يعني إن لم تشتغل لكم الطريقة إخواني ستذهبون هنا وتأكدوا من أن هذا الخيار مفعل، فعلوا هذا الخيار هكذا ثم سيشتغل هذا البرنامج. تأكدوا من لديه مشكل في البرنامج ولم يشتغل هذا البرنامج وإن لم يتمكن من إرسال أو استقبال أي ملف، فقد تأكد من أنك شغلت الواي فاي في البرنامج وليس في التلفاز. كذلك يمكنك التأكد من أنك شغلت الواي فاي في التلفاز. يعني تأكد هنا أنك شغلت الواي فاي، ستضغط للإعدادات ثم ريزو، يجب أن يكون الواي فاي مفتوح أو مفعل. سنتأكد الآن هل استقبلنا فعلا البرنامج. سنذهب إلى يعني مدير الملفات الخاص بالتلفاز ولا نستعمل OS File Explorer. سنذهب هنا ثم سنذهب إلى الستوكات، ثم يعني ملف OS Share. هو هذا الملف، سنجد أننا قمنا بإرسال برنامج OS Share، وهنا قمت مسبقا بإرسال برنامج ياسين تي في. إلى هنا إخواني تنتهي الحلقة، أراكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.